الله الرحمن الرحيم. هذه ليست مطالبة ولا شيء، ولكن من لا يشكر الناس لا يشكره الله. أنا قدمت فقرة اليوم وأبغى أعبر عن ما في داخلي، لأني ما قدرت أعبر في الفقرة رسمي وكذا مسوي. أول شيء أشكر في المقام الأول، أشكر في المقام الأول أخونا الكبير الأستاذ سعود العتيبي، وأخونا الكبير ناصر الحربي، وأخونا فهد معيان. والله إنهم ما قصروا معي، منحوني هذه الفرصة اللي تعتبر فرصة ثمينة، واللي ما يستغلها راحت عليه. إن شاء الله إني قدمت فقرة جميلة. طبعاً جيت الصباح فكرت إنه بليقروا هذه الوليد قشران، وليد قشران وخلاص، رجال مبدع وهذه فقرته، وأنا عندي أفكار، قلت أنا لازم أجدد وأجيب فكرة من عندي بما أني أنا صاحب الفقرة. فكرت الفكرة دي، صالت مطار وطيران وكذا، رحت الشاعر الكبير والحنجرة الذهبية صالح البلوي. والله يا صالح البلوي إني مهما قلت ما أوفيك حقك، الرجل هذا وقف معي في هذه الفقرة، كتب الكلمات، سجلها إلين الساعة 9:30 10 وحنا قاعدين نسجل في الصباح. ويلا وأحمد مامي المخرج سحس، فلاح المعد، كلهم والله، منيب عم منيب منوبي، والله كلهم، ما أدري إيش أقول لكم. والله أني شكرا، هذا اللي أقدر أقوله. الحمد لله جبت الفكرة دي، والحمد لله قدمتها، كانت جيدة أو متوسطة أو سيئة عادي، بما أنها أول مرة أطلع في فقرة رسمية وفقرة مهمة، والإربيز في إذني. طبعا أنا ما استخدمت الإربيز، توي أول مرة استخدمه. فإن شاء الله أني أقول قدمت كل اللي عندي، ولو أن أول مرة والقادم أجمل إن شاء الله، كانت يعني في أفضل بالنسبة لي أنا شخصيا، لأن عندي كثير، ولكن كأول مرة نقول الحمد لله. والله أني ما أدري شو أقول، بس أنا جالس أعبر عن اللي في داخلي، وأشكر الناس اللي لهم فضل علي بعد الله سبحانه. من لا يشكر الناس لا يشكره الله. شكرا 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 للجمهور، شكرا اللي يحبوني واللي يدعموني. يا أخي ما أقدر أوفيكم.